الشباب إثارة، المدرب الذي يحب النزعة الهجومية واللي يلعب بطريقة 3-3-4 أو 3-4-3. إذا بداية المباراة وكرة ملعوبة إلى الجانب إلى فيرونتيني، يلعب كرة بالمنتصف إلى داغوستينو، داغوستينو يلعب كرة طويلة إلى الجانب إلى فلورو فلوريز، لكن تطول برا الملعب تروح إلى رمية التماس لصالح فريق يوفنتوس. كودا يلعب كرة طويلة بالمنتصف، الكرة تنقطع، هجمة الآن معاكسة، تلعب الكرة ديناتالي يحاول يمر، يتعدى لاعب، عرضية اللعب ويخلص الحارس، والهدف الأول، الهدف الأول يسجل اللاعب إنرار، إنرار يسجل الهدف الأول لصالح فريق أودينيزي. كرة من هجمة معاكسة، يتمكن فريق أودينيزي من تسجيل الهدف الأول. الهدف الأول راح نشوفه بالإعادة، هدف التقدم الأول يسجل اللاعب. شوف الكرة تلعب، ترتد من القائم ومن الحارس، ومرة أخرى متابعة سليمة. شوف واليا ريلا يلعب الكرة، ودوسينا يسجل الهدف الأول لصالح فريق في الدقيقة 6 من عمر اللقاء لصالح فريق أودينيزي. كرة ملعوبة صافرة وضربة حرة غير مباشرة، تسلل، دوسينا يسجل الهدف الأول في الدقيقة 6 لمصلحة أودينيزي. طبعا هذا الهدف راح يشعل المباراة. الآن اليوفي ما ممكن أن يسكت عن هذا الحال، رغم أنه الهدف مبكر. ضربة حرة، كرة ملعوبة بالمنتصف، زانيتي يلعب الكرة طويلة، هجم لصالح فريق يوفنتوس، لكن الكرة تطول تروح برا الملعب إلى ضربة مرمى لصالح فريق أودينيزي. طبعا أودينيزي يعثى من أفضل الأندية الإيطالية. نيدفيد يحاول يمر، يلعب الكرة، تنقطع من لوغوفيتش، راجع على نيدفيد مرة أخرى، ملعوبة إلى ديل بيرو، زانيتي، كامرونيزي، تسلل واضح، كامرونيزي يلعب كرة إلى تريزيجي، لكن الكرة تروح إلى تريزيجي اللي كان في وضع تسلل. نلعب بالدقيقة 16 من عمر اللقاء، ما زال أودينيزي متقدم بهدف وحيد، سجله دوسينا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء. أزل بإيطاليا على البرتغال في اللقاء الودي 3-1. كرة ملعوبة، رأسية برا الملعب إلى ضربة ركنية. آخر لقاء على هذا الملعب جماحهم الموسم قبل الماضي، وانتهى لصالح يوفنتوس بهدف وحيد. شوف مرة أخرى، كرة أبعدها مولينارو برا الملعب بكرة رأسية إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية لصالح فريق أودينيزي من الجهة البعيدة الآن. هذا هو اللاعب فلورو اللي أمامنا، فلورو فلوريس. كرة اللعب رأسية برا الملعب إلى ضربة مرمى. لحد الآن خطورة وفعالية فريق أودينيزي أفضل من فريق يوفنتوس. هدف مبكر في الدقيقة 6 عن طريق توسينا. شوف الضربة الركنية من جديد، والكرة الرأسية من فوق العارضة إلى ضربة مرمى. تلعب الكرة مقطوعة، تريزيجي يسدد، ترتطم بكودا مرة أخرى، نيدفيد بالمنتصف، تلعب الضربة الركنية بقبضة إيده، هاندانوفيتش يبعتها، كرة راجعة على زبينا، وكرة برا الملعب تروح إلى ضربة مرمى. زبينا يلعب الكرة وتروح الكرة برا الملعب إلى ضربة مرمى. طبعا آخر فوز حققه أودينيزي على ضيفه هنا على ملعب فيريولي كان في موسم 56-57 بالثلاثية نظيفة، لكن آخر فوز لأودينيزي على ضيفه اليوفي كان في الموسم الماضي، كان أودينيزي بالمركز العاشر في الترتيب. كرة ملعوبة حلوة، هجمة الآن، كوالياريلا، خطرة فلوريس، خطرة حلوة من ليجروتالي ينقض على الكرة ويخلص مرمى يوفنتوس من إصابة أكيدة. شوف توغل فلورا فلوريس ولعب كرة عرضية، وكرة أبعدها ليجروتالي برا الملعب وأنقذ مرمى اليوفي من إصابة أكيدة. لو متخطيت الكرة كان تمكن كوالياريلا اللي أمامنا بالصورة من إضافة الهدف الثاني في شباك اليوفي. رابع ركنية في المباراة، ضربة ركنية الآن لصالح الأودينيزي من الجهة القريبة، ضربة ركنية الآن، تلعب الضربة الركنية عالية وتمس العارضة وداخل الملعب الآن. كرة خطرة كانت، مست العارضة
ومرة أخرى ترجع الكرة ملعوبة عرضية قطع رأسية من كيليني بالمنفريق. شوف الركنية مست العارضة كادت أن تكون إصابة، يعني علامات هدف ثاني قريبة في مرمى يوفنتوس على هالخطورة وعلى هالفرص، علامات هدف ثاني قريبة في شباك اليوفنتوس. ضربة ركنية الآن داغوستينو على التنفيذ، داغوستينو يلعب الضربة الركنية مرة أخرى. شوف الركنية حلوة يلعبها بذكاء بالمنتصف، داغوستينو يلعب الكرة وملعوبة الكرة إلى فلورو من الجهة القريبة، وكرة عرضية خطرة وتروح برا الملعب إلى ضربة مر. شوفها بالإعادة، الكرة تروح برا الملعب من كامورونيزي إلى كرة لدوسينا من الجهة البعيدة. دوسينا يحاول يمر يلعب كرة بينية، واليريرا خطرة ممتازة، بوفون ممتازة، بوفون أنقذ مرمى يوفنتوس من هدف أكيد من اللاعب دينيتالي. دينيتالي قائد الفريق، كرة حلوة لعبها أنقذها ببراعة بوفون. شوف الكرة، شوف 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 كرة الملعوبة من دوسينا، دينيتالي ويسدد وأنقذها ببراعة بوفون. 4-5 الأخطاء، كرة ملعوبة رأسية اللعب، ديل بييرو من الجهة البعيدة الآن يحاول وطالت عليه الكرة وتروح برا الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح فريق أودنيزي. أودنيزي هو الأفضل، هو الأكثر حيازة على الكرة، الأكثر خطورة على المرمى خلال الدقائق 27 اللي مضت. أول فريق يرجع فيرونيتي بمركز الظهير الأيمن ودوسينا بمركز الظهير الأيسر. مرة أخرى كرة ملعوبة رأسية تريزيجيه لكن برا الملعب تروح إلى ضربة مرمى. ما زلنا نبحث عن قدرة وإمكانية وضغط يوفنتوس الحقيقي على المرمى. يوفنتوس زانيتي حصل على الكرة الآن، ماشي زانيتي يلعب الكرة الآن، نيدفيد داخل منطقة الجزاء، خطر على المرمى، نيدفيد يلعب كرة عرضية لكن ديل بييرو إلى الخلف، ومرة أخرى كمان نيزي وكرة ملعوبة لكن تطول على نيدفيد، وكرة لعب خطر وضربة حرة لصالح فريق أودينيزي. كرة أول هجمة ملعوبة منسقة ليوفنتوس لكن ينقذها المدافع وبالتالي يشوفها مرة أخرى. ديل بييرو عاد إلى الملعب وكرة مرة أخرى تطول على نيدفيد ودخول مولينارو ولعب خطر. وعلى كل مرة أخرى ضربة ركنية لصالح فريق اليوفي، كرة اللعب مرة أخرى مقطوعة من جديد. ديل بييرو، نيدفيد ممكن يحول تحويلة عرضية ورأسية يبعثها المدافع. مرة أخرى دي أوغستينو وكرة يشتتها فيرونيتي، تريزيجيه كامورانيزي يسدد من بعيد برا الملعب إلى ضربة مرمى لصالح فريق أودينيزي. طبعا اليوفي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري والكأس، أحرز لقب الدوري 27 مرة والكأس 9 مرات، واليوفي في هذه المشاركة 34 في الدوري الإيطالي خاض أكثر من 3405. زانيتي كامورانيزي يحاول يمر، حركة لعب بديعة، سرعة بإمكانية ومراوغ ناجح للاعب ماورو كامورانيزي، وكرة ملعوبة من دينيتالي. كواليريلا ويسدد من بعيد، ما استفادوا من الكانتر اتاك اللي حصل قبل قليل، كانت هجمة معاكسة سريعة. 23 لاعب في 44 مباراة قاتلة، وكرة خلفية لكن وين برا الملعب تروح إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى الآن ونلعب بالوقت محتسب بدل ضايع، وأودونيزي متقدم بهدف وحيد سجل دوسينا في الدقيقة 7 من عمر اللقاء. هذا اللي أمامنا جوناثان زيبينا. شوف مرة أخرى الإعادة، ضربة ركنية وكرة خلفية ملعوبة بكم اللقاء جان لوكا روكي. داغوستينو يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، يبعثها زيبينا وصافرة من حكم اللقاء روكي، تعلن نهاية شوط المباراة الأول
بتقدم أودينيزي بهدف وحيد سجل اللاعب دوسينا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعد أن كان شوط المباراة الأول شوط بسيطرة مميزة لأودينيزي وتعثر بتقديم عرض مميز من لاعبي يوفنتوس. أمنا أن يكون شوط المباراة الثاني أفضل بكثير. والآن عودة إلى الاستوديو التحليلي والزميل إسلام البرقاوي، ولكن بعد الفاصل.